ما خلق اللي يطمنك تعود روبو بلا احاسيس وبلا مشاعر، تتنقل تكدر تبكي ولا حتى تضحك، ذا عادي يا غريالتك، تعرف تتحكم في نفسك وفي مشاعرك، وده هو الذكاء العاطفي. باش تنجح مقاولتك ما مطلوب منك تعود متجبر ولا متعدل، الذكاء العاطفي يخليك تتحكم في جوارحك وتقد تفهم عواطف الناس الاخرين، باش تعرف تتعامل مع المواقف المتوترة في حياة المقاول. الذكاء العاطفي لا يثق في نفسك وتخلق جو العمل مناسب لك والفريق عملك، وهذا قطعا نهاية لا نجاح. الدراسات الاجتماعية بينت عن الرواجيج اللي عندهم ذكاء عاطفي ناجحين في أعمالهم، اللي بهم يحكم قرارات صائبة وصالحة في أوقات صعيبة وما هي مستقرة. وكيف قال الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون، الناس يقتنعوا بالعقل يتصرفوا بالعاطفة.